أهلا بكم مجددا. وإلى التفاصيل، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى اتحاد الكرة اليوم الأربعاء من أجل الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بإقامة مباراته في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها 7 مساء يوم 6 مارس المقبل على استاد القاهرة. وقال محمد مورغان المدير التنفيذي للنادي إن النادي ينتظر الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة المباراة وتحديد عدد الجماهير المقرر حضورهم من أجل البدء في الترتيبات الخاصة بالمباراة وطبع التذاكر. نفى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الإدلاء بأي تصريحات خلال الفترة الماضية حول ضعف المنافسة على الدوري. وقال سليمان أن التصريحات المنسوبة على لسانه ليس لها أي أساس من الصحة وأنه لم يتحدث في أي وسيلة إعلامية. وأضاف أنه ليس من طبيعته الحديث عن أمور خاصة بالمنافسين مبديا في الوقت ذاته احترامه لكل الأندية ومؤكدا على تصديه لمحاولات البعض لنقل مزاعم غير حقيقية تهدف إلى إساءة علاقته بالأندية. حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مباراة المقاولون العرب الأخيرة صفحة وانطوت من أجل التركيز على مباراة الأسيوطي المقبلة. وأضاف البدري أن الأسيوطي فريق قوي ويقوده جهاز فني مميز ويقدم عروضا جيدة على مدار مسابقة الدوري الممتاز منذ بدايتها وحتى الآن. وأضاف البدري أن هناك جلسات دائمة مع اللاعبين للحديث عن المرحلة المقبلة وضرورة الاستمرار بنفس المستوى من الأداء والنتائج مع تفادي أي نقاط سلبية تحدث في المباريات. أشاد طارق سليمان مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالحراس 3 المتواجدين في صفوف الفريق محمد الشناوي شريف إكرامي وعلي لطفي. وقال إن الثلاثي يؤدي تدريباته بمنتهى القوة وأن المنافسة الشريفة بينهم هي الأساس. وأوضح أن دور الجهاز الفني مساعدة جميع اللاعبين ولكن في النهاية مصلحة الأهلي هي الأساس، مؤكدا على رغبته في تواجد إكرامي والشناوي ضمن المنتخب في المونديال. وأضاف سليمان أن إكرامي من كباتن الفريق ودائما ما تجمعه جلسات مع زملائه في المعسكرات وقبل المباريات ويؤدي تدريباته بقوة، نافيا أن يكون هناك أزمة بين إكرامي والجهاز الفني. أجرى السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع رامي ربيعة مدافع الفريق المتواجد في ألمانيا للخضوع لفحص طبي من أجل الاطمئنان عليها. وأوضح عبد الحفيظ أن الأمور تسير بشكل جيد في البرنامج المحدد للاعب وأنه سوف يتلقى حقنتين جديدتين من البلازما
نهاية الأسبوع المقبل، ويعود ربيعة إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء فترة الفحص الطبي والعلاج الطبيعي التي يخضع لها اللاعب بسبب شكواه من مزق في العضلة الضامة. أبدى أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته برد فعل الجماهير الإيجابية على مشاركته في مركز قلب الدفاع مع الفريق من بداية الموسم. وأضاف أشرف أن المشاركة في مركز قلب الدفاع ليس غريبا عليها، مشددا أنه جاهز دائما لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة البدري للمشاركة في أي مركز. وأكد مدافع الفريق أن الأهلي لم يحسم لقب الدوري حتى الآن، وأن الفريق لا يزال أمامه مباريات كثيرة مهمة وحاسمة لحصد اللقب، موضحا أنه يأمل في التتويج باللقب القاري. الأهلي كيان، الأهلي رمز، الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار، الأهلي دايما بيلعب حتى الثانية الأخيرة. الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. سمير كمونة في الوقت الخاطئ. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة الأسيوطي في الجولة 24 للدوري والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وكان الفريق قد حصل على راحة من التدريبات أمس عقب الفوز على المقاولون العرب بخماسية مقابل هدفين. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بيك، ويريد تطمنا على تدريبات الفريق اليوم. اهلا بك ايه، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل النادي الاهلي بيستأنف في تدريباته استعدادا لمباراه الاسيوطي يوم الجمعه ان شاء الله على استاد برج العرب. كابتن حسام البدري يمكن في تركيز كبير على هذه المباراه نظرا للمستوى المميز للكابتن علي ماهر المدير الفني، وايضا اداء نادي الاسيوطي. النهارده كانت محاضره فنيه في بدايه المران استغرقت 20 دقيقه، كان بيتكلم فيها كابتن حسام بشكل كبير على التركيز في المباريات القادمه والاستمرار على هذه النتائج المميزه والاداء خلال المباريات القادمه، وكون مباراه الاسيوطي هي امتدادا للمباريات المميزه اللي بيأديها النادي الاهلي. بجانب ايضا كانت محاضره داخل غرف قلع الملابس لنقاط القوه والضعف لفريق الاسيوطي بعد المشاهد للمباريات الماضيه لفريق الاسيوطي. ثم بدا الكابتن حسام البدري التدريب الى قسمين، قسم يمكن قسم فريق او اللاعبين الاساسيين اللي بيشاركوا بصفه مستمره وبيشاركوا في مباراه المقاولون النهارده بيريحهم اليوم الثاني على التوالي من تدريبات الكره او تدريبات القويه. النهارده ادوا بعض التدريبات الخفيفه جري حول الملعب ثم بعض التدريبات بالكره الخفيفه جدا نظرا طبعا لضغط المباريات. بيحاول الجهاز الفني لالتقاط الامتاز لكل اللاعبين اللي بتشارك بصفه مستمره، ضغط المباريات يمكن بيأثر بشكل كبير، بنشوف عدد كبير من اللعيبه بيجي لها بعض الاصابات في العضله الاماميه والخلفيه، لكن بيستغل الجهاز الفني اقرب فرصه تكون فيها راحه للاعبين. المجموعه الثانيه يمكن خدت استمرار كامل، جرعه تدريبيه كامله مع الكابتن حسام البدري والكابتن احمد ايوب. النهارده كان غايب عن المران المدرب المساعد الكابتن سيد معوض، كان في تكليف من الكابتن حسام البدري لمتابعه فريق الشباب. النهارده فريق الشباب النادي الاهلي بيلاعب وادي دجله، فالكابتن حسام يمكن بيركز على قاعده الناشئين، بيحاول ان هو ينظر الى فريق الشباب، فكان في تكليف من الكابتن سيد معوض لمتابعه هذه المباراه لاصدار تقرير للمباراه والحاله لحاله كل لاعب على حده. لو بنتكلم طبعا على المصابين او اللي هيرجعوا طبعا من الاصابه واللي عادوا من الاصابه، يمكن النهارده شفنا سعد سمير وعلي معلول. سعد سمير طبعا وعلي كان عندهم الاجهاد او الاصابه في العضله الخلفيه، النهارده شفناهم
في تدريبات الكره اللي كان مخصص لها كابتن حسام البدري، غدا كمان هيكون في تدريب ليهم للوقوف على المستوى طبعا الفني والبدني ليهم، وايضا الاصابه اكتملت بالكامل للدفع بيهم في المباراه او يكونوا في قائمه المباراه، بجانب كمان محمد هاني اللي كان بيشتكي من العضله الخلفيه شفناه ايضا النهارده في تدريبات الكره، مروان محسن بيشارك بكل قوه كمان في التدريبات الجماعيه، لكن الغياب اللي هيكون مؤثر للغياب هيكون في المباراه القادمه او مش هيشارك خلال الايام الماضيه هو باسم علي. باسم علي يمكن اشتكى من العضله الاماميه بإجابة العضله الاماميه بعد طبعا الكشف الطبي من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، تبين ان هو يكون بعيد خلال الاسبوعين القادمين باسم علي الظهير الايمن للنادي الاهلي. كمان النهارده في شفنا ميدو جابر، النهارده ميدو جابر شفناه خارج من التدريب ما شاركش في التدريب النهارده، فايضا كان لينا استفسار من الجهاز الطبي، ميدو جابر بيشعر بتقل في العضله الخلفيه، فاكيد الجهاز الطبي حب ان هو ما يشاركوش النهارده، تضرب بعض التدريبات في الجيم على ان يكون غدا في بعض التدريبات الخفيفه، وهيكون غياب لميدو جابر في المباراه القادمه. ينضم لهم كمان احمد حمدي اللي بيواصل التدريبات في الجيم، عنده مزق في العضله الاماميه، لكن احمد في المراحل خلاص النهائيه للتاهيل للدخول مع فريق النادي الاهلي. غدا ان شاء الله في الساعه 11 صباحا هيتوجه النادي الاهلي الى الاسكندريه بدون تدريب هنا على ملعب مختار السيتش، لكن الكابتن حسام فضل ان يكون تدريب في الملعب الفرعي في استاد برج العرب في الساعه 5 عصرا، واكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الاسيوطي وان تكون ثلاث نقاط هامين في جعبه النادي الاهلي في مشواره نحو الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. كل التوفيق للفريق كريم. احمد بشكرك شكرا جزيلا. والان فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضيه، ابقوا معنا.